اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس التلحين. هناخد دلوقتي بروجريشن مهم قوي. بروجريشن زي ما قلنا اللي هي دايره كوردات صوتهم لايق على بعض، وطبعا بيكون عليهم مثلا اغاني كتيره او انت تقدر تلحن عليهم زي ما انت عايز. البروجريشن اللي احنا هناخده النهارده ده هو جه في فتره كده اتشهر، كانت كل الاغاني تقريبا عليه او شبه كده يعني. فهنلعب البروجريشن ونشوفه كده عامل ازاي، وبعدين ممكن نقول مثلا ما اغنيه عليه او اي حاجه، او ممكن نشوف ايه اغنيه ممكن تمشي معاه. الكوردات اللي عندنا دلوقتي بقى هي A minor وبعدين D minor، وساعات بقى بنعمل حاجة جميلة قوي من الA minor قبل ما ننقل على الD minor نحط A7، يبقى A minor وبعدين A7 وبعدين D minor وبعدين G وبعدين C، فعايزين نلعبهم بالترتيب ده كده، وبعدين F وبعدين D minor تاني وبعدين E. ممكن تلعبوا مع الريتم الرومبا بقى اللي هو اللي بس ايه البطيء شويه، اللي هو يديني ريتم هادي شويه. ممكن ناخد مثال على الكوردات دي نشوف مثلا معمول منها ايه. ممكن تكون الاغنيه زي بتاعت اتحدى العالم. اتحدى العالم كله وانا وياك، وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك، وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك، قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. فبرضو اقدر اكمل عليها نفس الكلام، وانا بين ايديك تهت في مكاني ونسيت معاك عمري وزماني، والوقت فات وياك ثواني، قربني ليك ابني اعيش احساسي بيك. نفس الكلام، فهي كوردات بروجريشن ويفضل ماشي على كذا حاجه. في طبعا اغاني كتير شبه الستايل ده كده، فطبعا نقدر نلعب عليها كذا حاجه. زي ما شفنا كده البروجريشن يعني هو سهل، كورداته سهله، وتقدر طبعا تحط كيبو بقى اللي هو ايه البتاع اللي بيتحط هنا ده كده مثلا في بقى 2 في 4 بتاع، فبيغير لك الطبقه وكمان بيديك مود مختلف خالص في التلحين. هنتمرن عليه شويه طبعا ونجرب معاه كده كام اغنيه، وهتلاقي الموضوع طالع سهل وظريف ان شاء الله. واشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله في كوردات جديده.